والله يرحمك يا استاذ بنيامين، كان ماشي بنات عن الاسره، ما حدا كان يقدر يجادله ولا يمشي البنطلون مسهول وراسه مثل ما كنت في الكاب. احنا نزيد الطلائع. علي الطلائع من زيد كلمه مش مربى. ولك فضحتني يا بات واي باد. أنا باد؟ عن جد أنا باد اللي عايش في هالبلاد لأشوفها العباد. استنى يا أستاذ أقول لك الجواب الصح دلوقتي. الكرم يا أستاذ إن لما ترمز لبنت تعطيك رقم تليفونها، هذا كلمة الكرم يا أستاذ. سكوت! خلاص احترموا. شوفوا شوفوا ما شوفوا شوفوا الجواب ما يعطيك الجواب الصح. الكرم يا استاذ هو ابو نجوى. انا يا نجوى هاي. قال يا استاذ انا بيت نجوى كرم يخرب بيتك يخرب بيتك. انت بكيت الخمسة ولا الخمسة؟ يا ويلي يا ويلي. نيالي فيكم. طيب انت يا ولد سمعني شو بتعرف على الكرم؟ انا نعم نعم ما بديش اتدخل في شيء. ابوي كان ليه ما تدخلش في هذا؟ خلي مش فيكم بحالكم ويرضى عليكم. بتاخد شوية احترام. أنا بقول لك الجواب الصح. شرع ابن سمكة صفق الله وجهه. أن الكرم من شأن الأمم. ترنو به إلى السماء. ينظر دينك أنت الخليجي. هو اللي بيشكل من ورانا. أيوه كملي. أن الكرم من شأن الأمم. ترنو به إلى السماء. وبالكرم تخج الأم أبي ويعطيها ما تبي وتستمر بارك الله فيك وبعيد عني انت.